اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مستمعينا في الجزء الاخير من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تباعا الكابتن نايف العنزي والاستاذ احمد الشمراني هما ضيفا الحلقه. فقرتنا اليوميه بين قوسين. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب عمار بوقس بصحيفة المدينة والتي حملت عنوان يا دوري يا كأس، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: يقول علماء النفس المختصون في تطوير الذات بأن تحديد الهدف مهم جدا في خارطة الإنسان الناجح، فالإنسان الذي يعيش بلا هدف محدد كمن يقود سيارته دون أن يحدد وجهته التي سيذهب إليها. لن أتعمق كثيرا في علم النفس ونظرياته الفلسفية التي لطالما حاولت الابتعاد عنها، لكنني أجد نفسي مضطرا أحيانا للاستدلال بها على كثير من الظواهر المحيطة بنا، ولعلي استخدمت هذه النظرية اليوم لتوصيل رسالة خاصة وهامة بالنسبة للأهلاويين. لا شك أن الفريق الأهلاوي يسير بخطى ثابتة في مشواره في دوري زين السعودي، كيف لا؟ وهو من يتربع على عرش الصدارة مبتعدا عن البطل السابق بفارق 5 نقاط، متجاوزا بذلك عقدة السنين. وأضاف الكاتب: سأعود قليلا إلى عالم النظريات وحكم الحكماء، فقديما قالوا بأن الذي يسعى للحصول على كل شيء سيتعب كثيرا ليجد نفسه في النهاية قد خسر كل شيء. باختصار، الطمع ضر وما نفع. لا أعتقد أنني بحاجة إلى المزيد من التفسير والتوضيح، فأنا لا أتحدث بالألغاز ولا أجيد فن الأحجيات، بل على العكس فأنا أعشق البساط الأحمدي وأحب اللعب على المكشوف. وأعتقد أن رسالتي قد وصلت من خلال عنوان المقال الذي ضمنته رسالتي قائلا: يا دوري يا كأس. خلينا نشوف توقعات أمس المباراة. الشباب والأهلي، أنا خلينا أقول الشباب. أنا مثل عبد الكريم، بس أعتقد أنها ضربات جزاء الأهلي يفوز. اتفقنا نجران. اتفقنا نجران 2-0 نجران. 2-0 نجران. سوري 2-0 الاتفاق. الاتفاق. مبروك الفهد ونص مبروك لعبد الكريم الجاسر. نشوف على وين صحافة الصباح. يوم أسبيعي يوقع للنصر اليوم، هذا عنوان صحيفة اليوم. في الحياة ياسر قحطاني الحديث عن إصابة مزمنة كلام فارغ. بالاقتصادية الحكم السعودي مجحود. في شمس سامي الجابر النصراويون تائهون. في عكاظ ويندل ينعش الاتحاد ب5 ملايين ريال. في المدينة في الدوري والكأس الأهلي يرفع الرأس. وخسارة مغربية تعيد أمال الهلاليين بجريتس. في البلاد 10,000 ريال من الرمز لكل لاعب اتحادي. وعمد جدة يحاصرون الجهني في الاتحاد. والخطوط السعودية تورط الوحدة. ضيوف حلقة الغد. مساعد العبدي للكاتب والناقد الرياضي بصحيفة الرياضية. عبد العزيز الهدلق رئيس القسم الرياضي بصحيفة الجزيرة. أبو محمد شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك معنا، شكرا لآرائك. شكرا لك تركي، شكرا للزميل نايف، وبالعكس أنا سعيد بتواجدي معكم الليلة، وكانت ليلة حقيقة جميلة بوجودكم بسلتكم بحضوركم. شكرا لك. أيضا بودي قبل أن أختتم البرنامج أن أشكرك على المهنية، أشكرك على الإشادة المستحقة لمنحة تقريركم للقناة الرياضية.
رغم القناة الرياضية للأسف تعاني من ظلم ذو القربة، وأنت طبعا ما الليلة أنصبتها والله يعينك على 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 بعض العبارات الناقدة لك مستقبلا، لأن اللي يمتدح القناة الرياضية لابد أن ينوموا من الشتم جانب ولا أقول النقد جانب. شكرا لك أبو محمد. شكرا لك كابتن نايف، شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك، تسعدنا كثير لما تكون معنا. الله يسعدك، أنا أكون سعيد أكثر والله بتواجدي معك، تواجد مع الأستاذ أحمد، وإن شاء الله حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله. موعدنا غدا إن شاء الله 11:30 في أمان الله.